السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو أنا عايز أعمل رصيف من الأبيض والأسود في المنطقة ديت، فأنا بكل بساطة هاجي هنا من أرتكشر وأقول له أنا عايز فلور، وبعد كده هبدأ أختار فلور معينة أو أنا أعمل فلور معينة دي التايب، وأقول له دابليكيت وخلي دي مثلا 100، أوكي، وإيديت هقول له خلي دي 100، وابدا اختار مثلا الحاجه زي كده ابيرنس، واقول له انا عايز ايمج، ممكن تختار تشيكر تمام، او انا عندي صوره معينه ممكن اقول له انا عندي صوره جايبها من جوجل عادي تشيكر اللي هي ديت اهي بالشكل دوت، واقول له ان انا عايز اعمل اديت عليها بحيث ان السايز بتاعتها مثلا يكون 100 مثلا في 100 بالشكل دوت، خلي العلامة دي احساسي يبقوا الاتنين يكبروا مع بعض ويصغروا مع بعض تمام، هقول له دان، هقول له اوكي وابدأ ارسم الفلور بتاعتي، أو بخليها على الزيرو مثلا الرصيف من هنا لو له دي 100 بالشكل دوت، أقول له أوكي يظهر معايا الرصيف بالشكل ده. ممكن اعمله بشكل اخر، ان احنا نيجي هنا من architecture واقول له component واقول له model in place واقول له انا عايز floor بالشكل دوت، وبعد كده هقول له ان انا عايز اعمل sweep واقول له ان انا ارسم على النقطة ديت واقول له اوكي، وبعد كده اقول له edit profile وابدا اشوف البروفايل بتاع فين تمام، واقول له ان انا عايز ارسم مستطيل واحدد المقاس بتاعه 100 وده 100، واقول له اوكي، وبعد كده ده اختار له بقى الماتيريال بتاعته، ممكن برضو نفس الفكره ان انا هاجي هنا واقول له دوت انا عايز اعمل منه دبل كيت بالشكل دوت، واقول له هو واخد الصورة جاهز اوكي، فنلاقي برضو خد نفس الماتيريال اللي احنا قلنا عليه.